اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي، وتتسلم التكريم زوجته السيدة سالي عبد الحميد محمد علي، ووالده السيد محمود محمد عبد المتجلي، وابنته أنهار وهاجر ومحمود. متحسش أبداً بوجودي مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا، إنما بيعيش جوا قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب. في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت أكيد سايبه ما بيننا تدني سياك. فرحت كتير وأوجه دورنا ومعك نكمل مشوارنا، أصلي ما فيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان. وعشان أجري اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد محمد أحمد جمعة، وتتسلم التكريم زوجته السيدة نورة محمد عبد الجواد، ووالدته السيدة سعاد ياسين علي، ووالده السيد محمد أحمد جمعة، والأبناء علي وعمر. وصل حني بقلبك للناس اللي ما نسيوش حبك وتعلقوا بيك. وعشان أجيال اسم الشهيد البطل عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين عبد الرحمن،
وتتسلم التكريم زوجته السيدة أميرة عمرو محمد رضا ووالدته السيدة وفاء خليل حسن ووالده السيد محمد عصام الدين عبد الرحمن والابنة يمنى. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق حيو اللي مزاد سلاحه حيو كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش قولوا للدنيا أجمع جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام معاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي شعب بدرجة مقاتل حيوا اللي مزاد سلاحه حيوا كل اللي راحوا واحفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق مش مهم اموت اعيش لو في موت فايدة ليكي بموت ما يهمنيش يا مصر انا تربيت ايديك مش مهم اموت اعيش لو في موت فايدة ليكي بموت ما يهمنيش طول ما فيا الروح بقولك يا حبيبتي اطمني ما تخافيش وما تقلقيش ما تخافيش. اسم الشهيد البطل مقدم أمير إبراهيم عوض الله وتتسلم التكريم زوجته السيدة نورهان محمد نشأت ووالدته السيدة نبيلة عبد الحميد يوسف والبنتان جميلة وحليمة شهيد في الجنة عايش حي مكان يا ياخدوا ابني وجايك ياخد طاري ويحميكي عدوك يدفن هنا حي فتحة وصحيين وانا وقتي متعادين بروحنا يا مصر نفديكي يموت واحد فينا الملايين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الحمد لله الحمد لله ابني يعني أنا فخورة بيه مصر كلها فخورة بيه وكلنا عايشين يعني الحمد لله برضا ربنا وفي حما سيادة الرئيس وربنا يخليك لينا سيادة ربنا يخليك يا فندم ويبارك في عمرك ويبارك لنا في مصر كلها والله ابني من ساعة ما اتخرج هو في سيناء ما جاش القاهرة خالص كان 11 سنة من ساعة ما اتخرج من 2011 لحد ما استشهد وهو في سيناء قاعد من العيد الصغير
لحد قبل العيد الكبير لحد الاستشهاد والله ما شفته. أنا ما شفتوش يعني حوالي شهرين بالظبط ما شفتوش، ولا كنت أعرف أنه أي حاجة. قلبي كان وجعني بس بقيت أدعيله، لذلك هو كلمني بس مرة يوم الجمعة قبل الاستشهاد بيوم، وكان قبل الاستشهاد بيوم ده كان يوم ترقيته، كان رائد 1/7 استشهر 2/7، خد المقدمة يعني خد الرتبة الأعلى. بس عند ربنا، هو عند ربنا كبير قوي، هو كان بر بيا. كنت يعني أول فرحاتي وأول حياتي ودنيتي، بس الحمد لله هو راح عند أحسن مني، وهو يعني مع الصديقين والشهداء إن شاء الله. وربنا يعني يحمي مصر كلها ويحمي شبابنا كلهم ويحمينا كلنا. وفي ظل سيادة الرئيس ربنا يبارك في عمرك ويخليك لينا، ويخليك لينا ذكر لينا يا فندم، والله ذكر لينا وفخر لينا كلنا. ويعني بنفتخر ان احنا مصريين، وولادنا مش واحد ولا اتنين، ده ملايين وكلهم فداك يا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سنة وانتي أمنا كلنا، كل سنة وانتي معاكي قلبنا، كل سنة وانتي فوق نجمة في السماء، كل سنة وانتي حبيبة ربنا. ابنك بعت رسالة بيقول لك ما تزعليش يا حبيبتي، ابنك عريس في الجنة عايش وبطولته ما تتنسيش. بلدنا تعيش بعد رسالة ويقولك ما تزعليش يا حبيبتي، ابنك عريس في الجنة عايش وبطولته ما تتنسيش. اسمه بدمه عشان بلدنا تعيش. كل سنة وانت رضاكي حلمنا. اسم الشهيد البطل رائد أحمد بهجة رزق مناع، وتتسلم التكريم زوجته السيدة بثينة مصطفى أحمد مصباح، ووالدته السيدة ثناء عبد البر عمران، ووالده السيد بهجة رزق مناع، والابنة بيرلا.
الله. اولا انا كنت عايزين ان ابن ما تكرمش اللي استشهد في 11/1/21 في ارض سيناء. والنهارده سعادتي كبيره ان هو تكرم النهارده بعد تحرير سيناء، لان ابن قالها ان سيناء بس قدامها سنه واحده بس وهتطهر من الارهاب. ابن كان مساعد قارئ الدفعه 105 حربيه، والاول بنترحم على سياده المشير الطنطاوي عليه رحمه الله، لان قال ان انت هيبقى لك ظابط بقى لك شان وهيبقى لك شان. فقال وصيته قبل استشهاده بايام قليله: ليشهد الله ان انا ما تخاذلت في تاديه واجبي، فلا تتخاذلوا في الدفاع عن وطنكم، فهناك من لا يتخاذل في خراب الاوطان. ونعم ونعلم انكم لن تتخاذلوا في الدفاع عن الوطن بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه في قلب كل مصري على ارض الوطن يسعد بسعادتهم ويحزن لحزنهم. واشكره واشكركم كلكم جميعا، والسلام عليكم. سيادة الرئيس، الشهيد القادم رحل عن دنيانا تاركا طفلا لم يتخطى عمره العام. وبعد 6 أشهر ذهبت زوجة الشهيد لأداء فريضة الحج، إلا أنها لم تعد، توفيت في الأراضي المقدسة وتربيه سيدة فاضلة هي جدته السيدة صباح سيد جودة منصور. اسم الشهيد البطل نقيب محمد جمال عطية الأكشر يتسلم التكريم مشروع البطل القادم الابن بلال محمد جمال عطية الأكشر. أنا بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأكشر. بابا استشهد في سينا وأنا كان عندي 1 وشهرين. أنا ملحقتش أشوف بابا، بس كنت بسمع عن بطلاته من تيتا وأصحابه، وكانوا بيقولوا لي دايما بابا بطل وعمره ما خاف. بعد استشهاد بابا ب6 شهور ماما راحت الحج، وكان حلمها تلحق بابا في الجنة. ماما ماتت في السعودية. أنا كان نفسي أعيش معاكم، بس مدام ربنا عايز كده أنا مش زعلان. أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة. أنا كان نفسي أعيش معاكم، وأنا بكتب ليكم جوابات وبقول لكم وحشتوني قوي. أنا اطمنوا عليا، إن شاء الله هكبر وهبقى ظابط وهجيب حق بابا وحقق حلم ماما. أنا ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأكشر. We'll be right back.
اسم الشهيد البطل عريف معاذ خالد أحمد رشاد، ويتسلم التكريم والده السيد خالد أحمد رشاد ووالدته السيدة شادية محمد أنور. مش مهم أموت أعيش، لو في موت فايدة ليكي بموت ما يهمنيش. يا مصر أنا تربيت إيديك، مش مهم أموت أعيش، لو في موت فايدة ليكي بموت ما يهمنيش. طول ما فيا الروح بقولك يا حبيبتي اطمني، ما تخافيش وما تقلقيش، ما تخافيش وما تقلقيش. عيوني مفتحة وصحيح، وانا واخواتي متعدين، بروحنا يا مصر نفديكي، يروح واحد في ده الملايين. شهيد في الجنة عايش حي، مكان يا ياخدوا ابني وجايك، ياخد هنا. اسم الشهيد البطل عريف شريف محروس محروس غانم، ويتسلم التكريم والده السيد محروس محروس غانم ووالدته السيدة فتحية نعيم عبد الله شلبي. اسم الشهيد البطل جندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد، ويتسلم التكريم والده السيد سمير الشحات السيد أحمد ووالدته السيدة عبير السيد الشافعي أحمد. بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق
الله الرحمن الرحيم. شكر لكل أم وكل أب ولسيادة الرئيس على التكريم العظيم ده. أنا والدة الشهيد البطل أحمد سمير الشحات. ابني من فترة بسيطة زارني في المني وقال لي: يا أمي أنا هبعت لك هدية عيد الأم وحاجة في التلفزيون. أنا مش فهمتها وقتها. لما اتصلوا عليا السادة الكرام وقالوا لي إن ليا تكريم في يوم الشهيد، فأنا النهاردة بحيي كل أم شهيد وأقول لها كل سنة وأنت طيبة. وأنا على يقين إن ابني شايفني وبقول له: يا حبيبي يا نور عيني، هديتك وصلت وأحلى هدية قدمتها لي، وعمري ما يتهدي ليا هدية زي دي. شكرا لسيادتكم. تكريم مصابي العمليات. رائد أنور وجدي محمد متولي من سلاح المدفعية، مصاب عمليات حرب أكتوبر 73. جندي سليمان توادرس أرمانيوس من سلاح المهندسين العسكريين، مصاب عمليات حرب أكتوبر 73. المكرمون من أهالينا في سيناء الحبيبة، البطل سمير محمد سالم سليمان أصيب أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية بمنطقة المقطع. Thank you.
اسم الشهيد البطل علي سليمان محمود حسن. استشهد أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة، ويتسلم التكريم زوجته السيدة حنان رمضان بدوي حسنين. سيادة الرئيس، هنا نلملم الأوراق ويكف اللسان عن الكلام ويعم الصمت أرجاء المكان.